هذا وأكدت سعادة النائب فاطمة عباس عضو مجلس النواب رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بالمجلس أن القانون يضمن للطفل العدالة الإصلاحية. راح تكون فيها عدة أمور مفيدة على المستوى الحمائي والإصلاحي للطفل وحمايته من سوء المعاملة. وأولها كما ذكرت حماية الطفل من سوء المعاملة، إنشاء المحاكم الخاصة الإصلاحية للأطفال، محكمة كبرى ومحكمة صغرى ولجان قضائية تختص في كل ما يخص الطفل، بحيث أنه يكون في عدالة إصلاحية من أول ما تبتدي القضية لحقاية ما تنتهي، في متابعة في من ذوي الاختصاص اللي هم المشرفين المجتمعيين والمتخصصين في الأمور السلوكية والنفسية، المتابعين لحالات هاي الأطفال المتعرضين لمثل هاي الأمور سواء الجنائية أو العنف الأسري أو إلى آخره. من ضمن الأبواب اللي نص عليها القانون أو الأشياء اللي راح تغطي ويستفيد منها اللي هي الطفولة هي وجود يعني مركز حماية الطفل، على أساس أنه يدرسون الحالات اللي ممكن فيها يتعرض الطفل إلى الإساءة والتدابير التي يمكن اتخاذها تجاه هذه الإساءة.